ما زال حديثنا مستمر مع حضراتكم عن الهدنة بين قوات الاحتلال والقوم الفلسطينية. هذه الهدنة تدخل يومها الرابع الساعة 7 صباحا، كان اليوم ابتدى اليوم الرابع من هذه الهدنة. تابعنا على مدار الأيام اللي فاتت هذه الهدنة والهدوء في قطاع غزة، وأيضا تبادل الرهائن من قبل قوات الاحتلال وأيضا المقاومة الفلسطينية. واحنا بالحديث عن فكرة إطلاق سراح الرهائن، الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن امبارح أن حركة حماس أفرجت عن طفلة أمريكية عمرها 4 سنين، ومن المتوقع إطلاق سراح المزيد من الأمريكيين خلال صفقة تبادل المحتجزين والأسرى اللي تم بناء على اتفاق هذه الهدنة. وجدير بالذكر أن هذه الطفلة هي تعتبر أول مواطن أمريكي تفرج عنه قوات المقاومة الفلسطينية. طيب خلينا نروح واشنطن ونعرف أكثر من الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، تفاصيل هذا الأمر. صباح الخير يا دكتور. وربما يعني كان في انتقاد كبير لإدارة بايدن في الداخل الأمريكي لعدم إفراجها عن أي أمريكيين في كل أيام الهدنة. امبارح تم الإفراج عن طفلة أمريكية، وده يعتبر ربما إنجاز لهذه الإدارة الأمريكية. باعتقادك هل إدارة بايدن هتضغط على نتنياهو لتمديد الهدنة من أجل الإفراج عن مزيد من المحتجزين الأمريكيين؟ بدون شك أن الإدارة الأمريكية ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وذلك لأن الإدارة تعتقد بأنه آن الأوان أولا على الأقل لتبني فكرة قيام هدنات أو وقفات إنسانية، لأن هناك انتقادات كثيرة لإسرائيل ولأدائها في غزة وخاصة لتدميرها، والصور التي تظهر في وسائل الإعلام الدولية والأمريكية بدأت تترك ردود فعل سلبية تجاه إدارة الرئيس بايدن الذي دعم إسرائيل في البداية وقال أن لها الحق في الدفاع عن نفسها وفي القضاء على حماس وفي الاستعادة إلى كل الرهائن، وبالتالي ولكن إسرائيل فعلا من ناحية لم تستطع تحقيق ذلك. صحيح أنها دمرت أجزاء كبيرة من غزة وأن معاناة السكان المدنيين هي غير مسبوقة، حتى أن مارتن جريفيث الممثل الأمم المتحدة الذي يعمل في هذا المجال منذ سنين قال أنه حتى هذه تتخطى ما رأى عندما بدأ عمله مع الأمم المتحدة في كمبوديا وما سمي في ذلك الوقت بحقول القتل. ولذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية بدأت أيضا تشعر بضغوط، هناك ضغوط إقليمية عليها، هناك ضغوط داخلية، بدأنا نسمع من عدد من القيادات الديمقراطية بأنه يجب أن يتم التوصل إلى هدنات إنسانية، إلى إرسال المساعدات للمدنيين، وهذه تأتي من قيادات ديمقراطية بارزة في الكونغرس الأمريكي مثل السناتور ساندرز والسناتور كريس ميرفي الذي قال مؤخرا بدأ يتحدث في الآونة الأخيرة بأن عدد القتلى المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول، وأنه ليس أمرا مثيرا للجدل أن تقول بأن أي مساعدة تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة لإسرائيل ولأي دولة يجب أن لا تكون مشروطة بالالتزام بالقانون الدولي، أي أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي إذا كانت تريد مساعدات إسرائيلية. أيضا سيناتور ساندرز وهو أيضا من الشخصيات المعروفة مرشح سابق يهودي أمريكي قال بأن النهج الذي اتبعته الإدارة وهو أن تعطى إسرائيل شيك على بياض أمر يجب أن لا تتبعه الولايات المتحدة ويجب أن يتوقف طورا، وأنه بينما نحن أصدقاء لإسرائيل إلا أن هناك شروط لهذه الصداقة. إذن إدارة بايدن وجدت نفسها تحت ضغوط ولذلك هي بدأت تضغط على إسرائيل، ولكن إلى حد ما هناك أيضا لا تزال تعطيها فرصة للقيادة الإسرائيلية، ربما تقول أنها إذا توقفت عملية الإفراج عن الرهائن فلها حق الاستمرار في الدفاع عن النفس كما يقول المسؤولون الأمريكيون، ولكن الإدارة تجد نفسها في وضع صعب الآن، فهي من ناحية
تجد ضغوط من أصدقاء إسرائيل، ولكنها تجد ضغوط أيضا من القوى الأخرى داخل الحزب الديمقراطي ومن تيارات شعبية. وهناك تراجع في استطلاعات الرأي للرئيس بايدن على منافسه الرئيسي وهو دكتور إدمن. في نفس السياق وانطلاقا من هذه النقطة، خرجت عناوين عديدة الحقيقة تتحدث عن أنه يعني العنوان الأبرز ما أشبه اليوم بالبارحة، وتشبيه رئيس جو بايدن برئيس كارتر في الموقف الذي حدث في ثمانينيات القرن الماضي، وانه برضو كان في موقف كارتر الرئيس جيمي كارتر كان فشل في انه يحرر برضو بعض الرهائن، وده كان يعني من نتائجه، واحده من نتائجه هو تولي رونالد ريغان خلفا له لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه. هل بالفعل الرئيس الامريكي جو بايدن يواجه نفس المصير، او هل هو بالفعل يعني في نفس الموقف؟ أعتقد أن هناك بعض الفروقات في بين موقف ما حدث مع الرئيس كارتر، وفعلا ما تفضلت وأشرت إليه هو مهم جدا، لأن هذا ما حدث فيما يتعلق بالرهائن في السفارة الأمريكية في إيران كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هزيمة الرئيس كارتر في ذلك الوقت. ولكن الوضع الآن مختلف إلى حد كبير. الآن بدأنا نرى حتى اليوم أن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وهو من المرشحين للرئاسة، الحاكم السابق واسمه كريستي، امتدح لأول مرة نسمع من الجمهوريين هذا الكلام. قال أن الرئيس بايدن بعمله للإفراج عن بعض الرهائن الأمريكيين وبدء تحقيق إنجازات، فأنه يمكن القول أنه حقق إنجازا ويجب الاعتراف له بذلك. طبعا هذا لا يعني بأن كل الجمهوريين يؤيدوا موقف كريستي وخاصة الرئيس السابق ترامب، ولكن هذا يعني بأن هناك أوساط داخل حتى الحزب الجمهوري التي ترى بأن بايدن حقق بعض المكاسب، ولكن الكثير سيعتمد على ما سيحدث خلال الأسابيع القادمة. هناك من يعتقد أن ما يجري الآن هو اختبار إلى حد ما للطرفين الإسرائيلي ولحماس، ما إذا كان هناك استعداد للاستمرار في عملية الإفراج عن الرهائن، وربما إذا طالت المدة فأن هذه قد تؤدي إلى مدة أطول أو إلى هدنة مستدامة، وهذا ما يرغب به عدد كبير من المواطنين الأمريكيين، يريد نهاية هذه الحرب المدمرة. ولذلك أعتقد أن الرئيس بايدن لا هو يواجه ضغوط كبيرة، وأعتقد أنه إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن فأنه ربما فعلا سيواجه هزيمة في الانتخابات. ولكن أعتقد أنه كما نعلم أن هناك الكثير من المفاجآت، هناك الكثير من المتغيرات في الانتخابات الرئاسية، ولذلك أعتقد أنه لا يزال من المبكر القول بأن بايدن سيهزم. ولكن أعتقد أنه هو يعلم بأنه إذا استمر في مواقفه الداعمة لإسرائيل، هناك أعداد كبيرة من العرب الأمريكيين، المسلمين الأمريكيين، الأفارقة الأمريكيين، صحيح، اللاتينيين أو من أصول إسبانية الذين عبروا عن معارضتهم لسياسته بدعم إسرائيل، وهؤلاء مهمين جدا في الولايات. وربما ده ده يعني بيقودنا لسؤال مهم. الصحف الأمريكية أو وسائل الإعلام الأمريكية بشكل عام من بداية يوم 7 أكتوبر أو انطلاق هذه العملية بشكل كبير تتحامل على المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، وبشكل كبير بتدعم الجانب الإسرائيلي، ومش هقول بشكل مباشر، ده بشكل فج. هل تراجعت هذه الموجة وخصوصا بعد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وما قيل عن معاملتهم بشكل إنساني وشكل آدمي؟ هل تبرز وسائل الإعلام الأمريكية هذا الأمر؟ هل في تغير في النغمة الأمريكية وأنت هناك دكتور إدموند، أم أن يبقى الحال كما هو عليه؟ فعلا أولا يجب التفريق. بدأنا نرى بعض التغيير في مواقف، مثلا صحيفة نيويورك تايمز بدأنا نرى بعض التغيير في مواقفها، لا نرى أي تغيير في موقف مثلا صحيفة أخرى وهي أيضا من الصحف البارزة في الولايات المتحدة، مثل صحيفة الوول ستريت جورنال. صحيفة الواشنطن بوست لا تزال تدعم، ولكن هناك بداية تراجع في مواقفها. رأينا شبكة فوكس مستمرة في الدعم القوي لإسرائيل في مهاجمة الفلسطينيين،
إلى آخره. إذا هناك بداية تغيير ولكن لا نرى تغيير جذري. طيب دكتور إدموند، هل تعتقد أنه حرص المقاومة الفلسطينية أو حرص حماس على عدم إطلاق أي سراح لأي من الرهائن أو المحتجزين الأمريكيين لديها، طبعا ما عدا الطفل التي تم إطلاق سراحها أمس، هل تعتقد أن ده بمثابة ضغط على الأمريكيين حتى تضمن ضمانها أو حمايتها لهذا الاتفاق أو لهذه الهدنة؟ أعتقد أن هذا ما يراه الكثير من المحللين هنا، وهو أنهم يعتقدوا بأن حماس تستغل هذا الوضع لكي تقول بأن لديها يعني هؤلاء الأسرى وهؤلاء الرهائن، هم ضغط على الإدارة الأمريكية للاستمرار في عملية الهدنة، وفي حتى ولو كانت مؤقتة. وهناك الآن حديث أتى أنه الجهود المصرية والجهود القطرية قد بدأت تدل على أنه إذا قامت حماس بالإفراج عن 10 أشخاص كل يوم فإنه عندئذ سنرى تمديد للهدنة ليوم آخر. وبالتالي هذا يعني بأنه هناك نوع من شراء الوقت وإعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات بين جميع الأطراف. ورأينا فعلا بداية تغيير في موقف الإدارة الأمريكية والعديد من الأطراف الأخرى عندما بدأت هذه الإدارة التي لم تكن تتحدث عن حل الدولتين منذ مجيئها إلى السلطة، عادت إلى الحديث عن حل الدولتين رغم صعوبة تحقيق ذلك، ولكن بدأنا نرى هذا التغيير. هناك قلق أمريكي كبير من الأدوار التي يمكن أن تلعبها روسيا والصين في منطقة الشرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة، ولذلك أعتقد أننا حماس تفهم ذلك يبدو، وأنها تحاول الاستفادة من هؤلاء الرهائن. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور.